السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي لمحافظة القليبية الترم الأول 2023. يلا مع بعض. السؤال الأول هنا بيقول لي صحح ما تحته خط. بيقول لي رقم واحد، اسم الكائن ولونه وحجمه جميعهم أمثلة للأحداث يتصف بها الكائن. طبعا ده خاص، ده غلط، الأحداث غلط، ده هتبقى خصائص أو بروبرتيز. رقم اتنين، أداة التحكم ليست بوكس تستخدم في احتواء. طالما قال لي كلمة احتواء تنظيم تجميع يبقى على طول ديت أداة لجروب بوكس. طيب خريطة تدفق موقف يتطلب إيجاد حل له، أي هدف مطلوب الوصول إليه. ده عبارة عن المشكلة أو البروبلم. يستخدم عنصر التحكم شيك بوكس لاختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل. طبعا الشيك بوكس لا، هو هيبقى راديو بوتون. راديو بوتون. توثيق البرنامج هو تحديد المخرجات والمدخلات وعمليات المعالجة. طبعا ديت اللي هو ايه، تحديد المشكلة اللي هي الخطوة الأولى من خطوات حل المشكلة، تحديد المشكلة. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي، الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى الهدف أو النتيجة ده حل المشكلة. السؤال الثاني، من نوافذ بيئة التطوير المتكامل اي دي وتحتوي على مجلدات وملفات ومشروعات، ده مستعرض الحل، مستعرض الحل او السوليوشن اكسبلورر، مستعرض الحل. أداة تستخدم في عرض نص على نافذة النموذج لا يمكن تغييره أثناء تشغيل البرنامج، ده المبين او الليبل. النافذة التي من خلالها يمكن كتابة أوامر وتعليمات البرنامج، نافذة الكود، نافذة الكود أو اللي احنا بنسميها الكود ويندو. مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا، الخوارزمية أو الألجوريزم. اختر الإجابة الصحيحة. تنفرد أداة تحكم تكست بوكس بالخاصية اللي اسمها باسورد شير. تعتبر لغة البرمجة فيجوال بيزك كأنية التوجه، تمام، ذات مستوى عالي طبعا، تمام. يبقى الإجابة ألف وب معا اللي هي إجابة جيم. التحكم في لون النص الظاهر على الزر، لون النص يعني اللون الأمامي، يبقى الفور كولر. اذكر السبب، عند تشغيل البرنامج تظهر النافذة فورم 1 بملء الشاشة. ليه هنا؟ لأن هنا الخاصية اللي اسمها ويندو ستيت، ويندو ستيت ديت بتتحكم في حالة النموذج، هل في وضع التكبير أو التصغير. قيمتها في الحالة ديت هتبقى قيمة ماكسمايزد في وضع التشغيل، ماكسمايزد. يبقى هنا ليه بتظهر في وضع، لأن الخاصية ويندو ستيت المسؤولة عن حالة نافذة النموذج وضع التكبير، واخدة القيمة اللي اسمها ماكسمايزد يعني وضع التكبير. عند تشغيل البرنامج عند صندوق النص اللي هو التكست بوكس لا يسمح بإدخال أكثر من 8 حروف. لأن عندي خاصية اسمها الماكس لينس، ماكس لينس. الخاصية ماكس لينس ديت بتحدد أقصى عدد يمكن إدخاله داخل التكست بوكس، وهنا قيمة الماكس لينس 8، قيمة رقمية اللي هي 8. يبقى لأن قيمة الخاصية ماكس لينس اللي تسمح بإدخال أكبر عدد قيمتها كام؟ 8. يبقى أنا قلت له دخل 8 حروف فقط. طيب السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي أوجد الناتج النهائي للمتغيرات الـ A والـ B والكاونتر بعد انتهاء الحلقة التكرارية في خرائط التدفق التي أمامك. أسهل طريقة أحل بيها الحكاية ديت، أروح عامل كده جدول بسيط، أقول هنا الكاونتر، كاونتر العداد، وهنا ال A وهنا ال B. طيب هنا البداية اللي هي القيمة الابتدائية اللي في الجدول ده الكاونتر بزيرو، وال A بخمسة، وال B باتنين، تمام. طيب هنا بقول لي اللي اتخذ القرار او الشغل الاساسي، هل ال B، ال B اكبر من ال A؟ طبعا هنا ال B باتنين وال A بخمسة، يبقى طبعا هنا ايه، لا، اذا كانه هيبدا ينفذ هنا، قال لي الكاونتر كل مره هيزيد بمقدار واحد، والاي هيساوي اي ضرب 2 هينضرب في 2، والبي هينضرب في 3، وبالتالي هاجي هقول له هنا ادي خد القيمه الابتدائيه، هل ديت، لا، اروح جاي عامل اللي هي الكاونتر بواحد، لانه هنا كاونتر بيساوي كاونتر الابتدائي اللي هي كانت قيمه كام، صفر، صفر زائد واحد يبقى كام، بواحد. طيب
الاي بتساوي ايه القديمة ضرب اتنين، يبقى هيبقى خمسة ضرب اتنين يبقى هيساوي كام؟ 10. طيب والبي قال لي هيساوي بي القديمة اللي هي باتنين ضرب تلاتة، يبقى اتنين في تلاتة بكام؟ بستة. طيب بعد كده كده هنيجي نقول ادي هنا 10 و6، هل البي اكبر؟ لا، البي بستة والاي 10، يبقى مش هينفع، يبقى هنلف لفة تانية، يبقى هنا الكاونتر هيزيد واحد، وهنا هنيجي نقول القديمة يبقى هي 10، ودايما بتنضرب الاي في اتنين، 10 في 2 يبقى ب20، وهنا هيبقى ادي 6 البي، والبي بتنضرب في 3، 3 في 6، 6 في 3 تساوي 18. بعد كده ندخل على 18 اكبر من 20، لا هندخل في المرحلة التالتة. طيب هيبقى هنا 20 ضرب 2 هيساوي كام؟ يساوي 40. طيب وهنا هيبقى ادي 18 ضرب 3، 18 في 3 بكام؟ ب54. يبقى هنا 54 اكبر من 40، طبعا. واذا القيمة النهائية الكاونتر ب3، الاي كاونتر سي هنعمل سي، الاي ب40، البي بكام؟ ب54. تمام كده؟ طيب هنا السؤال ده بيقول لي الاداء التي سوف يقع عليها الحدث. طبعا هنا انت زي ما حضرتك شايف هنا كده، هنا بيقول لي البوتون اندر سكور كليك، هنا ده الاجراء بتاعنا بيتكون من الاداه والحدث الخاص بيه، الحدث اللي هو الكليك اللي هو عند الضغط والاداه، يبقى هنا الاداه هيبقى مين؟ البوتون 1. تمام كده؟ الخاصية التي تم ضبطها هي الخاصية اللي تم ضبطها يقصد بيه في الكود البرمجي، ان هنا سطر الكود اهوت، الأداء اهيت، وبعدين الخاصية وهنا القيمة، يبقى الخاصية اللي تم ضبطها هي الخاصية ايه؟ تكست، عشان أظهر تكنولوجيا المعلومات على الفورم 1. تمام كده؟ أتمنى إذا عجب حضراتكم الفيديو ما تخلش علينا بالإعجاب والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، وما تنساش موجود على القناة شرح كامل للمنهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول والترم الثاني وامتحانات المحافظات السابقة، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله.